يعقد المجلس الوطني الاتحاد جلسته 18 و19 من دور الانعقاد العادي 3 للفصل التشريعي 16 يومي 8 و9 من مايو الجاري في مقره بأبو ظبي، ويناقش المجلس خلالهما مشروعات قوانين اتحادية بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولية ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلية. ويجه عدد من أعضاء المجلس 7 أسئلة إلى ممثلي الحكومة في الجلسة 18، ويطلع المجلس على رسالة صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ورسالة أخرى صادرة في شأن توصية المجلس بشأن سؤال قرار مجلس الوزراء رقم 20، وذلك في شأن إجازة التفرغ الرياضي وما في حكمها.